بابا انت ليش هيك عملت بحالك؟ ليش؟ ما رح يروح دمك هدر يا بابا. إبرو انت بخير؟ وين راحوا؟ هربوا يا خانم. اذا قدروا يهربوا منكم بكل هالبساطة انتوا ليش عايشين وعم تتنفسوا؟ بس خلاص. طيب اول شيء رح نطالع جثة ابي من هون. رح خليك تندم وتشوف وجع أكتر من الموت يا فرهاد. رح يجي وقت وتقول يا ريتني متت. إبرو خانم القبر جاهز. مع السلامة بابا. روحوا على السيارة. Thank you.